في السودان تبدو مقولة أن الاقتصاد مرآة السياسة الجملة المناسبة لوصف الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تعيشها البلاد. فبعد إجراءات 25 من أكتوبر الماضي عاد شبح العزلة الدولية ليهدد الوضع الاقتصادي الهش في البلاد. الوضع الاقتصادي في البلد دي تعبان شديد والله. يعني مأثر علينا في الحركة بتاعت التسويق خضروات بصفة عامة، فيها صعوبة في البيع والشراء، يعني في خضار يبوظ، واحد عرض لخسارات مالية ثقيلة جدا والله. رشيد أعفى نفسه من أجرة محل للبيع وأصبح بائعا متجولا ليعول أسرته في ظل ضعف دخله وركود الأسواق بصورة عامة. أما شمس الدين فيشكو عدم استقرار حركة السوق والتكلفة العالية لشراء البضائع مع ضعف الدخل. نزل الشركات ما بدون هنا، نحن نشتري من الإجمالي، الإجمالي طبعا سير بكون أعلى من الشركة بتاع الشركة. هنا بجيك مش شيء وزن بتاع الإجمالي، المرجل بتاع الإجمالي عايز أخذ حقه. أنت لما تيجي تشتريها بتشتريها بأغلى من سعر الشركة، لأنه بدك يكون دار فايته برضه. التي هنا بكون شنو؟ بيكون بتبيع غالي ليه؟ لأنه أصلا بتاع الشركة ما بجيك هنا. وعد المجتمع الدولي باستئناف المساعدات وبرامج التمويل التي تم تجميدها تدريجيا بشرط اتخاذ خطوات سياسية تضمن العودة لمسار الانتقال المدني وتشكيل المؤسسات الانتقالية. الحاجة الأساسية المفروض تلجأ لها الحكومة هو التوافق السياسي والتراضي بالحد الأدنى والتوافق مع المجتمع الدولي على أساس أنه على أقل برنامج الثمرات يجي راجع، الناس يقدر يحل جزء من المشكلة، وفي نفس الوقت تبدأ الحركة بتاعت الأموال الدولية فيما يتعلق بالمنح المقدمة، فيما يتعلق بالمشروعات اللي يمكن أن تقوم وكذا. فالاقتصاد عشان نتحرك حقيقة محتاج قدر من التواصل الكلي مع العالم وليس الانقلاق الداخلي هنا فيما بيننا. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أكدت أن الدعم الإنساني لوكالات المعونة غير الحكومية العاملة في السودان مستمر مع وقف المساعدات الاقتصادية. الأوضاع الاقتصادية في السودان تتأثر بصورة واضحة بالوضع السياسي غير المستقر، فيعاني المواطن من ندرة السلع وارتفاع أسعارها، ذلك بالنسبة للذين يعملون في الدولة مع ضعف الأجور واتساع كبير في دائرة الفقر في البلاد. سهام سعيد، قناة الغد، الخرطوم.